شايفه ان هو يعني طريقه لعبه قريبه، او انت شايف ان انت طريقه لعبك شويه قريبه منه؟ ان هو من طريقه اللعب اللي هو بياخد الكوره بيتحرك لقدام بيطلع على الجون، عكس مثلا توني كروس مختلف شويه في طريقه لعبه. لكن انا مودريتش. بتشجع مين من الفرق العالميه؟ مدريد. ريال مدريد. يا خساره. طيب نفسك نفسك تحترف في دوري ايه؟ انا نفسي الايطالي. الايطالي فريق ايه؟ انا بحب الميلان. ميلان. ميلان. طيب عايز اعرف منك رايك في مستوى محمد صلاح، او متوقع ايه المستوى في الموسم ده مع انه خسر اول مباراه في السوبر الانجليزي؟ لا كابتن، محمد صلاح في يعني بعيد التقييم او بعيد اي حاجه، هو الراجل وصل لحته مختلفه، يعني زي ما بنقول هو في حته رونالدو وميسي، هو في حته بعيدة عن التقييم وبعيدا عن اي حاجه. يعني احنا المفروض المطلوب مننا كشعب مصر ان احنا ندعمه، بس ما ينفعش يعني هو حاجه مشرفه لينا، ما ينفعش نتكلم عليه او نقول حاجه. احنا المفروض ان احنا ندعمه، ان ده مش الناس اللي بره بتقدره واحنا شعب وبلده ما بنقدروش. طيب سريعا، تريزيجيه وخطوه انتقاله لاستون فيلا شايفها ازاي؟ مهمه طبعا، هو يستحقها طبعا طبعا. هو تريزيجيه من الشخصيات اللي يقدر يبقى موجود في الدوري الانجليزي. اخيرا مستر لاسارتي، رايك فيه ايه؟ انا ما اقدرش اقول رايي في مدير فني، بتكلم على علاقتك بيه وشايف دعمك ليه وازاي دايما بيتكلم معاك. مش طبعا مش بقول لك تقييمه فنيا، لكن انا بتكلم معاك على علاقته بيك ورايك فيه كشخصيه. هو فعلا من يعني المدربين اللي بيتعاملوا نفسيا كويس مع اللعيبه كلها، بيقدر يلم الدنيا على قد ما نقدر. طبعا ما فيش مدرب هيبقى اللعيبه كلها بتحبه، كلها 30 لعيب بيحبوه، لكن هو ملم بمعظم الفرقه ومعظم الفرقه بتحبه. في الاخر عايزك تقول كلمه لكل جمهور النادي الاهلي واللي بعت لك.